هذا اليوم شرف جزيل لي، لأن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده هننني على إنجاز هذه الحديقة. السلام عليكم، مرحبا بحديقة الدونابو، حدائق الدونابو الموجودة في مدينة طنجة بطريق كابس بارتيل. هذه الحديقة موجودة على بقعة أرضية مساحتها 8000 متر مربع، وهذه حديقة نباتية مفتوحة للعموم ابتداء إن شاء الله من 22 يونيو المقبل. فعندنا مجموعة النباتات اللي كانت موجودة في العين المكان وحافظنا عليها، ونباتات اللي دخلناها من دول أخرى، دول أوروبية أمريكية أسيوية وصينية. واحد كاين مقهى، كاين بوتيك صغيرة، ولكن اللي عندنا أهم حاجة هي الأنشطة اللي غادي نقوموا بها إن شاء الله من شتنبر، ابتداء من شتنبر الأنشطة الثقافية. مفتوح للعموم بواحد الثمن مجاني. عندنا تقريبا حاليا أكثر من 1000 عشبة تقريبا بين الشجر والنبات. الساكنة طنجة احتفظوا على طنجة. طنجة مدينة جميلة خصها تكون نظيفة، واحتفظوا على البيئة ديال طنجة. هي هناني على الحديقة الأسبوع الماضي. لا باقي ما زارها الله ينصره، ولكن هناني مكالمة هاتفية. شكرا لكم. You know, most people when they reach sort of approaching their 50s, they start to think about perhaps buying a house in the country if they're lucky enough to have saved a few pennies. They start thinking about their retirement a little bit. But not Lala Malika Alawi, no. What she decides to do is embark on an enormous project. The first time she showed me this land and asked if I wanted to help her. Mais je veux vous dire déjà que ce mot, je veux le lire, mais il vient sûrement du cœur de beaucoup de gens que vous avez connus qui auraient souhaité vous dire la même chose. Ils viennent aussi du fond. رسلتني ندرس مدرسة الأمريكية، كان عندي 5 سنين، فتحت عيني في هذه المنطقة بالذات كانت داخلي. ولما خرجت من طنجة كان عندي 20 سنة، أنا قوي الشباب ديالي كامل ماشي غير في طنجة، في هذه الحومة هذه، وهذا المنظر هذا كان بغارت الداخلي اللي كنا فيه. إذا عندي ذكريات قوية بزاف. أولا هذا الموقع هذا مطل على جبل طارق. طنجة هي الوحيدة اللي عندها هذا الموقع هذا، ماشي في المغرب، في العالم. هذه المنطقة هذه هي أجمل مكان في طنجة. الشغل اللي عملت السيد هذا خارق العادة، هذه 6 سنين هو خدام، هو هذا الشغل ديالو، ديك البوتانيك دي. وحنا جينا هذه 5 سنين وشفنا بأن ما كان هنا والو. إذا من والو هي خرجت واحد الجاردان خارق العادة بحال هذا. هاد الناس كاملين غادي يبداو يجيو لهنا يحجوا لهنا، لأن اللي جا واحد المرة ما غايسخاش ما يجيش مرة أخرى. دائما غير جنينه. ولاله ملكه كنهنيوها على هذا المجهود هذا. وحنا انا كما قلت جينا اعضاء المكتب للجمعيه السودانيه ب30 بنا، لان كنقدروا هذا المجهود هذا، والعلاقه اللي كانت عندنا في العهد الحمايه مع جده، وهو
الامير مولاي الحسن بن المهدي، ديك العلاقه باقي قويه الى حد الان. اذا هنا القيمه الروحيه لهذه العلاقه هذه. Faire entendre battre son cœur dans la vieille montagne et en faire à coup de pelle et de sécateur un paradis, un jardin botanique et un havre de paix. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.